يا مساء الفل، تحياتي ليكم من مطبخي مطبخ نرمين. يا رب تكونوا دايما في احسن حال. الناس الجميلة اللي اول مرة تشوفنا يا ريت تدوسوا على اشتراك وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات. بمناسبة صوم الست العذراء هقدم لكم النهاردة فطير العذراء بطريقة جديدة ومميزة، مش هيفرق ابدا عن فطير الفرن اللي بنشتريه من بره، بس هيفرق انه مضمون وجميل وكمان طريقة حلوة هنشجع بيها ولادنا على ان هم يبتدوا يصوموا. الفطير هتلاقيه مورق معاكي وجميل جدا وهتحبيه، هينفع معاكي كمان سناكس ما بين الوجبات وممكن ينفع معاكي كوجبة أساسية، مغذي وجميل. وهنقدم معاه العسل الأبيض أو العسل الأسود وكمان كوباية شاي، تبقى أكلة تمام. شوفي معايا بقى الفطير مورق من جوه وهش من بره وطري، وفي نفس الوقت ممكن كمان تعملي منه كمية كبيرة، وهوريك ازاي تخزنيه في التلاجة وازاي يبقى معاكي دايما متواجد في البيت. شايفة من جوه مقرمش جدا من بره وطري وجميل من جوه، هيعجب اولادك جدا وهيعجبك كمان وهيبقى وصفة مميزة ليكي. مش هنحتاج الا دقيق وزيت وميه وشويه ملح، هي دي بس مكوناتنا عشان نعمل فطير العذراء. شايفه معانا الزيت، انا عملت لكم المقدار يا جماعه، عملنا بكوبايتين ميه 4 كوبايات دقيق. فطبعا احنا مش هنحط كوبايتين الميه مره واحده، هنحط بقى كوبايه ونص وهنبتدي نعجن. هندوب الميه في الملح كويس جدا زي ما انت شايفة كده، وبعد كده هنبتدي نضيف الدقيق. طبعا الدقيق بنكون نخلينه كويس جدا عشان دي خطوة بتفرق في العجن وبتفرد معاكي كمان في الفرد. كل ما يكون الدقيق منخول كويس وناعم كل ما يكون ملمسه في العجين حلو جدا وما يتعبكيش في العجن. اهم حاجة يا جماعة في الفطاير والمعجنات عامة العجن، لازم تختيمي العجينة كويس جدا جدا. الفطير ده كمان جميل جدا، يعني مش لازم يكون صيامي، يعني احنا ممكن نعمله في الايام العادية لان هو جميل. احنا فطير الفرن هو دي، هي دي طريقته، هي دي طريقة فطير الافران، فمش لازم يعني صيام، بس انا عامله لكم النهاردة بمناسبة صوم الست العذراء. شايفين هنفضل نعجن ونخدم كويس في العجينة لحد ما تبتدي تلم معانا. بعد كده هنضيف عليها شوية زيت علشان نلمع العجينة وفي نفس الوقت يسهل معانا فردها. بتفضلي تعجني في العجينة كده بايديكي وهتشوفي، هوريكي بقى مستوى انك تشوفي اختبار ان العجينة ابتدت تفرد معاكي. لما هتيجي تشديها كويس كده هتمط معاكي حلو، هو ده المستوى اللي احنا عايزينه. كمان العجينة بتبقى من بره شايفة لما بتفرديها كده بتمط معاكي كويس جدا، وكمان العجينة من بره تبقى مش بتلزق بس في نفس الوقت طرية. بعد ما خدمنا العجينة وعجناها كويس خالص هنبتدي نلفها لرول طويل. الرول ده هيساعدنا في ان احنا نقسم العجينة الى قطع متساوية بحيث تبقى الفطاير معانا شكلها كده جميل وحلو وتسهل معاكي برضو في الفرد. بنصحك طبعا لو لسه بتبدأي جديد في عجن الفطاير ما تعمليش الفطاير كبيرة، يعني تحاولي تعملي العجينة صغيرة بحيث ان هي ما تتقطعش منك. انا هوريكي كمان ازاي تعملي العجينة من غير ما تتقطع منك وتفضل ناعمة وجميلة وفي نفس الوقت يبقى مورق من جوه. هتقسمي العجين كده لفطاير كده مدورة كلها تقريبا في حجم بعضها، وزي ما قلتلك ما تبدأيش تقسميها قطع كبيرة عشان ما تتعبكيش في الفرد. انا هلفها لك النهاردة بطريقة هتخلي معاك الفطير من جوه مورق وفي نفس الوقت من بره مقرمش. الفطير هيبقى جميل وهيعجب اولادك جدا جدا، وهيبقى وجبة حلوة انت ممكن تعمليها في اي وقت، وما كلفتناش حاجة يا جماعة. الزيت موجود في البيت والدقيق والمية والملح، يعني ما اشتريناش حاجة من بره، حاجات كلها بسيطة وحاجات في متناول الايدين. بنروح بنشتريه من بره بأسعار غالية، طب وليه؟ احنا ممكن نعمله في البيت أضمن وأحسن وأوفر بكتير. بعد ما ظبطنا العجين زي ما انت شايفة كده
بنضيفه كده، بنرصه في صينية، والصينية دي تكون مدهونة زيت عشان نسيب العجينة ترتاح. أهم حاجة يا جماعة تريح العجين، لما تريحي العجين معاكي كويس بيفرد معاكي كويس جدا على الرخامة. كمان أنا هفرد لك النهاردة العجين من غير دقيق خالص، يعني هفردهولك على الرخامة مش بالطريقة التقليدية اللي احنا بالنشابة بنفرد بيها العجين، لا هنفرده بطريقة سهلة حتى لو لسه مبتدئة هتعرفي ازاي تفردي العجينة. شايفة العجينة هتبقى ريحت معاكي، بصي هتبقى تلاقيها بقيت طرية وهتفرد معاكي على الرخامة. كل اللي هتعمليه هتدهنيها شوية زيت كده، وهتبدئي بايديكي تاخدي من جوه لبره، من جوه لبره، وتوسعي الدايرة زي ما انت شايفة كده. هي دي طريقة الفرد اللي بيفردوها في الأفران بالظبط كده. وتبلي بقى ايديكي على خفيف جدا بالزيت، ما تكتريش الزيت. انا يعني هوريكم ازاي ان الفطير مش هيطلع شارب زيت معاكي خالص، وفي نفس الوقت هيطلع مورق معاكي من جوه. تبدأي تفردي الفطيرة كده زي ما انت شايفة على الرخامة، وما تقلقيش لو حاجة اتقطعت منك مفيش مشكلة، ممكن تلميها بايدك. شايفة حاجة جميلة جدا وسهلة خالص، مش هتتعبك ابدا. ازاي هتعرفي ان الفطيره كده جاهزه لللف؟ انك هتبداي تشوفي الرخامه من جوه الفطيره، يعني هتعتبري الفطيره كده كانها ورقه شفاف، شايفه؟ وهتلاقي كده فقاعات كده طلعت معاكي، ساعتها هتعرفي ان الفطيره كده تمام. هتلفيها لفه المظروف اللي هي هتلفيها على بعض زي ما انت شايفه كده، وبعد كده هتلفي ايه الجوانب دي بقى لفه الظرف. هي كده خلصت؟ لا لسه ما خلصتش، هوريكي دلوقتي هنعمل ايه. عشان تطلع معاك الفطيرة زي بتاعة الفرن كده وكبيرة وجميلة، هنلف 4 فطاير في بعض. طب هنلفهم ازاي؟ هقولك. هنجيب ادي تاني فطيرة، هنرقها برضو بايدينا، هنفردها بايدينا زي ما فردنا الفطيرة الاولى. شايفة كل ما العجينة بترتاح كل ما بتفرد معاكي اسرع، يعني اخر عجينة قطعتيها هتفرد معاكي حلو جدا، مش هتتقطع منك ابدا، هتشد معاكي كده زي الاستيك بالظبط. بايدك كده بشوية زيت خفاف جدا، وهتمشي من جوه لبره. ولو انت لقيت الاطراف تخينة ممكن بالنشابة كده تفرديها، بحيث تبقى من جوه رفيعة وبرده من بره رفيعة زي ما انت شايفة كده. الفطيرة بقت تمام معانا كده ومورقة وحلوة، وشايفة الرخامة اهي، لو بصيتي هتلاقي رخامة المطبخ باينة منها. هنجيب الفطيرة الاولانية وهنحشيها جوه الفطيرة التانية، هنلفها عليها زي ما انت شايفة كده. هو ده يا جماعة سر توريق الفطير، ان احنا نعملها كده بالطريقة دي، بطريقة الظرف، وبنركنها على جنب. بعد كده بنبدأ في الفطيرة التالتة. بصي لو انت عايزة الفطيرة تطلع معاكي في حجم صينية البسبوسة كده، يبقى هتعملي 4 فطاير في بعض. لا عايزاها تبقى اكبر هتحطي 5 6 حسب ما انت عايزة. يعني انا في واحدة من الفطاير دي رقيتها حطيت فيها 7 فطاير، هوريك هتبقى حجمها كبير جدا. لو انت عايزاها صغيرة ممكن تحطي 3 فطاير، لو عايزاها في الحجم المتوسط العادي هتحطي 4 فطاير في بعض. ده المقاسات المظبوطة ليكي. طب المقدار ده عمل معانا كام فطيرة؟ المقدار ده عمل معانا 5 فطاير، وما شربش زيت خالص يا جماعة، هتلاقوه جميل جدا، مش شارب زيت ابدا. اللي بيخلي العجين يشرب زيت انك تفردي الفطير بالنشابة بواسطة الدقيق، يعني الدقيق هو اللي بيخلي العجين يشرب زيت، لكن احنا لما بنفرده على الرخامة زي كده مش هيشرب زيت خالص، بالعكس هتحسيه خفيف جدا وهش وحلو. دي اخر فطيرة احنا هنلم فيها، تحاولي اخر فطيرة دي تبقى معاكي جميلة يعني، وما تحاوليش تتقطع منك عشان دي اللي هتبقى ايه في الوش زي ما انت شايفة. بس برضو لازم تفرديها كويس جدا زي ما انت شايفة، وتبقى الرخامة باينة من الفطيرة نفسها. شايفة انا بفردها بايدي، ما استخدمتش نشابة ولا اي حاجة، يعني الفرد سريع وبسيط زي ما انت شايفة، سهل جدا خالص. طبعا دي وجبة صيامي جميلة جدا وتغيير، الولاد بيحبوها جدا، وفي نفس الوقت احنا كمان يعني بتبقى حلوة لينا، وممكن كمان من غير صيام، يعني مش لازم الناس اللي صايمة بس هي اللي تعملها، ممكن اي حد يعمل الفطير، بس احنا بنسمي الفطير ده فطير العذراء لانه بيتعمل في صوم العذراء كتير.
شايفين انا خلصت كده الكميه اللي عملت معايا 5 فطاير زي ما قلت لكم. هجيب صينيه، صينيه بسبوسه او صينيه كيكه اللي انت عايزاه، او لو هتحبي تسويه في صاج الفرن برضو مفيش مشكله خالص، اللي انت تحبيه. هتبداي تدوسي على الفطيره كده بالنشابه حاجه خفيفه، بحيث ان انت تحاولي تفرديها وتطبقي الطبقات كلها على بعضها. بعد كده هترصيها بقى في الصينية. الفطير يا جماعة بيتخبز في فرن سخن، ما بيتخبزش في فرن بارد، لازم تكوني مسخنة الفرن قبلها ودرجة حرارته بتكون درجة حرارة متوسطة، بس بيبقى عالي شوية من فوق علشان الفطيرة تتنفش معاكي كده وتبقى محمرة وحلوة. مدة سوى الفطير في الفرن بياخد من 10 دقايق ل 13 دقيقة، مش اكتر من كده. وطبعا انت لازم تراقبيه، يعني ممكن تكون الفرن بتاعتك سخنة قوي فتخلي بالك ممكن ياخد اقل من 10 دقايق. شايفة الفطيرة طلعت معاكي جميلة ومورقة، وشايفة نفشت معاكي مجرد ما دخلت الفرن. ده بقى شكل الفطير بعد ما انا طلعته في الفرن وقدمته في طبق التقديم. زي ما قلت لك انت ممكن تقدمي الفطير مع العسل الاسود، وممكن تقدمي مع العسل الابيض، وممكن كمان تاكليه مع شاي. وفي ناس كتير بتحب ترش عليه كده سكر بودرة من فوق، بيبقى برضو طعمه جميل وحلو. وممكن كمان تحشيه مكسرات لو انت حابة. الطريقة سهلة وبسيطة، وعملناها تغيير كده في الصوم زي ما انتوا عارفين، وحاجة حلوة وما كلفتناش اي حاجة. دقيق، شوية دقيق وشوية سكر وشوية زيت، عملوا معانا احلى وجبة ممكن تاكليها. بتشتريها من بره، هتبقى معاكي في البيت جاهزة. لو حبيتي تخزيني الفطير بتحطيه جوه في كيس وبتحطيه في الفريزر، بيقعد معاكي زي ما انت عايزة. ولما تيجي تسخنيه بتطلعيه من بره الفريزر شوية، وبعد كده بتسخنيه في الفرن. شايفة الفطير بتقطع معاكي بكل سهولة. كل سنة وانتو طيبين، ويا رب يجعلها دايما ايام خير علينا وعليكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة، وياريت تفعلوا الجرس، ولو عجبتكم الوصفة ياريت تعملوا لها لايك. تحياتي ليك من مطبخي، مطبخ نرمين، وبألف هنا وشفا يا رب.